السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم كيف أشاد مدرب منتخب السويد بعد فوز السويد على الجزائر بهدفين دون مقابل. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أشاد مدرب منتخب السويد يان أندرسون بالمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رغم خسارة هذا الأخير بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعته بالسويد بملعب مالمو بالسويد. وأوضح مدرب السويد في تصريح إعلامي له عقب المباراة قائلا: المنتخب الجزائري يظل فريقا صلبا إلى حد ما، لدي احترام كبير لهذا المنتخب، لكن يمكنني أن أقول لكم اليوم أن الاستحواذ على الكرة كان بالتأكيد على الجانب الجزائري الذي هيمن في محيطه. قبل أن يضيف: يمكنني أن أقول لكم إنه حتى لو احتفظت الجزائر بلاعبها 11 فلن يقلقنا ذلك. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.